يصر متظاهرو ومعتصمو مدينة الكوت في محافظة واسط على متابعة مسيرة الثورة بالرغم من القمع الحكومي والميليشياوي الذي تصاعد مؤخرا في المحافظة وسقط نتيجته عدد كبير من الجرحى في صفوف المتظاهرين. كانت هناك يعني قنابل مسيلة للدموع وقنابل في الحار رميت بشكل أفقي على المتظاهرين. احنا كمسعفين نعتبر هذا قنص اصلا، للاسف كان الضرب عشوائي بدون تمييز اصلا بين مسعف بين صحفي بين متظاهر، ما يميز، المهم انه هو يضرب وخلاص. بين 50 تقريبا 50 نفر من المتظاهرين يطالبون بعدم الدوام، ونزلت عليهم هاي القوه حتى بهم مدنيين بالهراوات، وحقيقه هم اذوهم وكسروا دراجاتهم واعتقلوا منهم كثير منهم اعتقلوا من قبل هذه القوات الأمنية. ويؤكد المعتصمون الثابتون في ساحة اعتصام الكوت على حقهم بالتظاهر لمطالبة السلطات الحكومية وأحزابها الفاسدة بحقوقهم المسلوبة منذ زمن طويل. حق وحرية التعبير مكفولة بالدستور، وهذا حالة طبيعية ضد المتظاهرين وهذا القمع اللي موجود لإنهاء هاي الحركة، لإنهاء حركة المحتجين والمنتفضين اللي يطالبون بحقوقهم ويطالبون بوطن. كذلك يؤكد المعتصمون أن المحاولات الحكومية والميليشياوية لإسكات أصواتهم سيكون مصيرها الفشل بسبب إصرار المتظاهرين على بلوغ أهداف ثورتهم الوطنية. نرى هذه عمليات القمع وعمليات القتل للمتظاهرين وتحريك الفوضى داخل ساحات اعتصام الكوت السلمية والمتميزة بسلميتها والتي كانت قدوة وأسوة حسنة لجميع محافظات العراق، هي عمليات ميليشياوية حزبية بحت تحاول زعزعتهم وإحرافهم عن الطريق لإظهارهم بصورة غير لائقة وإنهاء الاعتصامات. أنا أقول لك ما داوم، يريدون يفصلوني خلي يفصلوني، لأن أنا طالعة عندي قضية، أنا قضيتي قضية وطن، هذا دم الشهيد اللي راح على مودي وعلى مودك حتى دا يطلع لي حقي، حتى دا يأمن مستقبل الجهالي، شلون أنا أخذ له؟ أنا من أخذل المتظاهر وأروح أداوم، هذا معناه أنه أنا بعت القضية. ويبقى الرهان الكبير والوحيد لوصول الثورة لمرادها على المتظاهرين الصامدين في الساحات والشوارع بالرغم من القمع الحكومي والميليشياوي الذي غمست مآربه بكسر إرادة المتظاهرين بمستنقع كبير من الفشل.